هللويا. ما دام انتوا واقفين خلونا مع بعض نقرا الشاهد الكتابي في حتتين مهمه جدا هناخد النهارده الجزء الاول منها، وهي حته انتقال بولس الرسول الى السماء، والحته الثانيه بنعمه المسيح لو تأنف مجيئه ناخدها الاسبوع الجاي، هو شوكه بولس كانت ايه؟ هل كانت مرض ولا كانت حاجه ثانيه؟ هناخدها الاسبوع الجاي عشان احنا كده عايزين نقسم الاصحاح ده بنعمه الرب. كورنثوس الثانيه اصحاح 12 من 1 ل 6 بيقول كده: انه لا يوافقني ان افتخر، فاني اتي الى مناظر الرب واعلاناته، اعرف انسانا في المسيح قبل 14 سنه، أفي الجسد لست أعلم أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم. اختطف هذا إلى السماء الثالثة، وأعرف هذا الإنسان أفي الجسد أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم. إنه اختطف إلى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها، من جهة هذا أفتخر، ولكني من جهة نفسي لا أفتخر إلا بضعفاتي، فإني إن أردت أن أفتخر لا أكون غبيا لأني أقول الحق، ولكني أتحاشى لألا يظن أحد من جهتي فوق ما يراني أو يسمع مني. آمين. تفضلوا استريحوا. باسم الآب والابن والروح القدس. النهاردة خدمتنا مبنية على زي ما اتفقنا على مناظر الرب وإعلاناته، وبولس قال لنا رسالة هامة جدا واختبار حقيقي، وفي الكتاب المقدس تحديدا في العهد الجديد في اختبارين متشابهين في الترتيب لكن مختلفين بالطريقة والمكان. بولس الرسول اختبر انتقال إلى السماء وسماها سماء ايه؟ الثالثة، وأطلق عليها اسم ايه؟ قال لنا اسمها الفردوس، وكلمة الفردوس هي كلمة فارسية معناها جنة أو جنينة، بس الجنينة مش عادية، جنينة الملك المحاطة، ده معناها بالفارسي. بس الاختبار ده كمان قبله اختبار تاني كان فين؟ كان في سفر الرؤيا، لما الرب كلم يوحنا وقال له تعال إلى هنا لكي أريك ما ينبغي أن ترى. فعندنا شخصيتين، وإحنا دايما لما نتكلم عن كلمة الرب نحتاج على الأقل كم شاهد؟ شاهدين أو اختبارين أو حاجة تدعم كلامنا بشكل أو بآخر من كلمة الرب. فالنهاردة هنتكلم عن رجل الأسرار الإلهية. سر الرب لمين؟ لخائفين، وعهده لتعليمهم. ما فيش سر يختفي عن أولاد الرب بالعهد الجديد. ليه؟ لأن ربنا يفرح لما يديك سر أو بيستأمنك على سر، لكن السر ده لو خرج من حد او من اتنين يبقى ايه؟ ما يبقاش سر، لان السر المفروض يبقى جوه شخص معين. فهنا ربنا بيتكلم عن رجل سمناه رجل الاسرار الالهيه. حاجه تانية عايز اتكلم فيها، هو بولس لما راح للفردوس عمل ايه؟ اكيد ما كانش هناك بيدور شغل، لازم كان عنده مهمه بيروح فيها هناك، فراح هناك لسبب. هنشوف النهاردة ايه هو السبب، واخر حاجة هتكلم عن حاجة اسمها جنة الله وراحة المؤمنين. ما تخليش العدو ابدا ياخد فكرك او عقلك في مكان تاني، لانه النهاردة كلمة الرب هتنسكب عليك بقوة، وانت هتستقبل حاجة جواك. فاي تشويش باسم يسوع ما يكونش ليه قوة، اي انزعاج عليك ما يكونش فيه قوة، اي ضيق في نفسك، اي ضيق بافكارك، اي ضيق بهجمك في اسم يسوع بنتهره بقيده، بعلن دم المسيح على الكلمة، وبعلن انت اناء بتستقبل النهاردة الكلمة بقوة وبغزارة في اسم يسوع. امين. ناخد الحتة الاولى، رجل الاسرار الالهية. قال بولس الكلام ده. بولس طبعا بعد مرحلة معينة من حياته كانت مرحلة مش سهلة، ابتداها بشكل قوي جدا لما شعر جواه انه في تهديد للفريسيين، تهديد للديانة اليهودية، تهديد للناموس من مجموعة سماهم الكتاب المسيحيين او اتباع الطريق. عمل قرار، قال انا حبادر مبادرة، انا هاخد توصيات من الشيوخ وهطلع ادور على كل مسيحي واعمل له ايه؟ امسكه، اللي اقدر امسكه ارميه في السجن، واللي مش هقدر امسكه اعمل له ايه؟ هقتله. وكان راضي بقتل مين؟
استيفانوس، وخلى كان حارس لأغراض وملابس الناس اللي قتلوا استيفانوس. فبولس ما كانش شخص عادي، كان شخص متدين، كان شخص قوي في الديانة اليهودية، ولكن كلكم عارفين القصة دي. وهو رايح للدمشق عشان يمسك الناس ظهر له الرب يسوع. الظهور ده ما كانش زي الظهور اللي هنتكلم عنه بعد شوية. الظهور ده كان مخيف، لأن بولس أول ما شاف الرب وشاف الهالة الكبيرة قام وقع، وقع، والرب قال له بص بولس من الآخر كده يا شاول، أنت ما تقدرش مهما عملت بإمكانياتك إنك ترفس مناخس، ما تقدرش تأذيني. أنت بتحاول تأذي المسيحيين، أنت كده بتحاول تأذيني، بس مش هتقدر. فبولس في المرحلة دي نقول كلمة كده بلغتنا العامية، النخ اتكسر. قال له يا رب عايزني أعمل إيه؟ فرب قال له روح لدمشق وفقد بصره. انتوا كلكم عارفين اللي حصل معاه في الوقت ده. ولكن بعد ما قبل يسوع وبعد ما اختبر المعمودية وبعد ما بقى شخص مهم، ما كانتش حياته حياة هادية، كان في مخاط كتير. وعايز أقول لك أول حاجة، لو أنت النهاردة عايز ربنا يستأمنك على أسراره، مش هيجي ربنا يخلي إيده عليك ويقول لك كلام أو يقول لك سر أو يقول لك نبوة أو يفتح لك موضوع معين، إلا لو أنت كنت اكتست في حاجة اسمها جهاد في حياتك الروحية. بولس قال جاهدت الجهاد الحسن. ده أنا اشتغلت يعني بكتر بقوة كده. ولما كان ربي يتكلم معاه كان ربنا شايف الرجل ده رجل أسرار، أنا بقدر أستأمنه على أسراري، أنا بقدر أتكلم معاه، أنا بقدر أخبي جواه الكلام. وبولس نفسه بالمناسبة، بولس نفسه قال لنا الكلام ده عشان ما نبقاش على شاهد واحد اللي قريناه لا يوافق أن أفتخر فأني آتي إلى مناظر الرب وأعلاناته. بولس قال ربي كان بيستأمني، قال لنا الكلام ده في أفسس 3. بصوا الآية قد إيه جميلة. لما بولس حب يعرف عن علاقته في ربنا قال لهم إن كنتم قد سمعتم بتدبير نعمة الله المعطاة لي لأجلكم، إنه بإيه؟ إنه بإعلان عرفني بالسر. كان في سر لتدبير الله، كان في سر مخبيه ربنا، بس قال بولس قال ربنا قال لي السر ده بإعلان، أعلن لي السر ده كما سبقت فكتبت بالإيجاز. أنا كتبت لكم 13 رسالة بسبب ما أعلنه الرب لي، الذي بحسبه حينما تقرؤونه تقدرون أن تفهموا إيه؟ دراية معرفتي بإيه؟ بسر المسيح الذي في أجيال أخرى ما كانش حد عارفه. أبناء العهد القديم ما كانش حد منهم عارفه، أجيال أخرى لم يعرف به بنو البشر، كما قد أعلن الآن لرسله القديسين وأنبياءه بإيه؟ بالروح. فبولس شهد عن نفسه شهادة رائعة جدا، قال أنا كنت مكان أو محل مصدر ثقة ربنا، عشان كده ربنا كان لما يتكلم معايا بالأسرار ما كانش بيتكلم بيني وبينه، كان بيقول لي السر عشان أعلنه، عشان أتكلم فيه. عشان كده بولس قال لنا مجموعة أسرار. مين فاكر الأسرار اللي فضحها بولس ما كانش حد يعرف فيها؟ تعال ناخد منها 3. قال لهم عظيم هو سر التقوى الله ماله، فتكلم عن تجسد. قال لنا كمان سر آخر، قال هو ذا السر أقوله لكم، لا نرقد جميعنا بل نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق. كان سر ده كان اسمه إيه؟ كان اسمه سر الاختطاف. ما حدش كان عارف بسر الاختطاف. بس السر الأكتر اللي ما كانش حد عارف فيه هو أنه المسيح ما كانش بس لليهود، المسيح كان كمان للأمم، المسيح كان للكل، جاي لخلاص الكل. عشان كده بولس مكان أو مقر أو كان بيستقبل كلمات من ربنا، وكان ياخد الكلمات دي وبيعلنها بأشكال كتيرة. تكلم لنا عن الحرب الروحية، تكلم لنا عن سلاح الله الكامل، تكلم لنا أسرار كتيرة. كان بيقول حتى في أفسس 5 لو أنتوا فاكرين المتزوجين، كان بيتكلم كمان عن الجواز، عن الارتباط، عن علاقة المسيح بالكنيسة. ما حدش كان بيطلع على الأسرار دي، كان بولس بيطلع عليها. وأنا عندي إيمان وثقة زي ما ربنا اختار شخص عشان يقول له أسراره ويشاركه في أسراره، ممكن النهاردة يخلي إيده عليك ويشاركك. بس تعالوا بقى ناخد السر الأهم. كل الأسرار دي قلناها كانت أسرار أرضية، بس في سر
كان سماوي. ايه السر بقى ده؟ هو انتقال بولس للسماء. والسر ده كان واحد من الحاجات الهامة. خليني اديكم فكرة الاول. هو بولس قال كلام شوية غريب كده، تعالوا نقراه مع بعض. بولس قال اعرف انسان في المسيح. يعني ايه في المسيح؟ يعني مؤمن، يعني اخ في الرب قبل 14 سنة. بس قال كلمة، أفي الجسد لست أعلم أم خارج الجسد لست أعلم. هنا كلمة خارج الجسد مش معناها هو مش عارف الموضوع إيه، لا، معناها أفي الجسد أم في الروح. يعني ليه بيقول لي الكلام ده؟ هو عايز يوصل لي رسالة. ربنا عادة بيتكلم مع الناس عن طريق الأحلام. ولو شوية عدت زي بطرس كده راح جايب له ملاية ومنزل فيها طعام فكلمه برؤية. فبولس كان عايز يحدد لي هو تعامل الرب معاه ازاي. بيقول لي تعامل معايا لا بحلم ولا برؤية، هو تعامل معايا بشكل حقيقي. راح واخدني بشكل حقيقي لمكان، المكان ده حقيقي. عشان الناس دايما بتقولك هو يعني في بعد الموت حاجة؟ الناس لو ماتت هتروح فين؟ ما الحياة تنتهي لمجرد أو تتلاشى بمجرد ما يموت الإنسان. فبولس كان عايز يقول لي المكان اللي أخذني الرب فيه مش حلم ولا رؤية، هو أخذني مكان حقيقي. والمكان ده كان اسمه السماء الثالثة. وبعدين قال لي المكان ده مش بس اسمه السماء الثالثة، وأعرف هذا الإنسان أفي الجسد أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم إنه حصل له إيه؟ اختطف إلى الفردوس. وقف هنا شوية. لو رجعت حبة كده للعهد القديم هكتشف كل معرفة الناس عن السماء تتلخص في أربع حاجات. يعرفوا السماء الأولى اسمها إيه بقى؟ اسمها سماء الطيور. وتبتدي منين السماء الطيور دي؟ تبتدي من هنا. يعني لو جبت دلوقتي طير ورميته وبطار هنا في المكان فدي معناها سماء. أي حاجة فوق الأرض معناها سماء. فكانوا يعرفوا بالعهد القديم بسماء واحدة بسفر التكوين اسمها سماء الطيور. طب في سماء تانية؟ سماء التانية اسمها ايه؟ سماء النجوم والكواكب. لغاية هنا هم عارفين كم حاجة؟ عارفين اتنين بس، مش يعرفوش لا سماء تالتة ولا سماء سبعة حد عرج ليها. خلاص هي سمائين بس اللي يعرفوها. ويعرفوا كمان في حاجة تالتة اسمها سماء السماوات او اسمها عرش الله او مكان ملك الله. ده من جهة السماء. طب من جهة الارض كانوا يعرفوا ايه؟ كانوا يعرفوا كمان حاجتين. ايه هما؟ كانوا يعرفوا حاجة اسمها الهاوية. والهاوية هي مكان انتظار لمين؟ لنوعين من الناس، الراقدين على رجاء القيامة، ودول اتكتب اسمائهم في عبرانيين 11، واللي منهم ابراهيم والعازر، انتوا فاكرين ابراهيم والغني. والمكان الثاني اسمه الهاوية كمان، ولكن كمان مكان انتظار ادنى شوية اقل شوية مكان من الهاوية دي، بس ده مكان انتظار الناس اللي ماتت بدون رجاء او بدون المسيح. عرفنا ازاي انها الطى شوية؟ عرفنا من الغني. غني لما كان فيها يقول رفع عينيه الى فوق فنظر مين؟ ابراهيم. ابراهيم ده معناها رمز للمؤمنين. كلمة ابراهيم رمز للمؤمنين. فهنا عندي كل الناس اللي تعرفوا حاجتين، سماء اولى سماء تانية وسماء السماوات او عرش الله، ويعرفوا جوه الارض في مكان واحد بس اسمه الهاوية. طيب بولس قال لنا في معلومة، في سر انا هعلنه ليكم. ايه اللي هتعلنه لنا يا بولس؟ قال لا، ما هي السمائين بس، في سماء ثالثه. والسماء الثالثه دي اسمها الفردوس. والسماء الثالثه دي فيها حضور الله. والسماء الثالثه دي مكان انتظار. انتظار مين؟ اي مؤمنين. يلا معانا نشتغل مع بعض شويه. مؤمنين العهد القديم من زمن هابيل لغاية موت المسيح. المسيح عمل ايه بالموت بالصليب؟ يقول الذي صعد نزل الى اقسام الارض. راح واخد جميع الراقدين من زمن هابيل، لان هابيل اول شخص مات، فاكرين؟
واخدوا لغاية مين اخر واحد مات؟ اللص. قال له ايه قبل ما يموت؟ اليوم تحفظين الكتاب سمعين الوعظة، اليوم تكون معي فيه في الفردوس. فراح واخد كل الناس اللي رقدت على الإيمان المستقبل بيسوع المسيح. دول جزئية. عشان كده الكتاب المقدس الكلمة قال انه حتى الراقدين بعد الصليب، بعد الصليب راحوا فين؟ راحوا للفردوس. امتى اتفتحت الفردوس؟ بالظبط 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 لما مات المسيح ونزل المسيح للهوية. عمل ايه في انتبهوا، انا بقول الهوية مش هوية الاشرار ولا الجحيم، انتبهوا ما نزلش للاشرار والجحيم، هو نزل بس لمكان اللي هم كانوا فيها ارواح المؤمنين الراقدين من العهد القديم، وطبعا كانوا بالملايين مش واحد واثنين، علشان ينقلهم من الهوية دي واللي كان بيسميها الكتاب كنيسة العهد القديم، عشان المسيح فيها أم كسر أبواب الهوية. عشان كده قال أبني كنيستي وأبواب الجحيم، عشان كده كسرها. عشان كده لما في العهد الجديد قام المسيح ما عادش الهوية تقدر تمسك الراقدين لأنه أبوابها تكسرت، فالراقدين كلهم تغير محل إقامتهم من الهوية السفلى إلى مكان آخر اسمه الفردوس. فراح مغير الأدريس. فدلوقتي لو عايز تمسك إيدك كده وتكتب المؤمن ده فين، اديني الأدريس، هيقولك متأسف مش هتقدر توصل للمكان اللي هو فيه، لأنه في حضن مش إبراهيم لكنه في حضن الرب. فلو عندي شخص انتقل او مات او حاجة ما بكيش عليه، لانه هو في المكان الافضل وفي المكان الاحسن. بس مادام دخلنا في الحتة دي نكملها، هي الفردوس دي هنقضي كل حياتنا فيها ولا دي مؤقتة كمان؟ دي كمان مؤقتة. امتى الفردوس دي كمان هنخلص منها؟ يعني لو عندك ابن وجاك وانت مش في البيت وقعد في الجنينة برا، هتسيبه لغاية انت قعد في الجنينة طول عمره؟ لغاية ما ترجع. فعشان كده رجوع المسيح بيعمل ايه؟ بالاختطاف بياخد المؤمنين اللي هم في الفردوس وبينزل فيهم للأرض. المسيح يبقى على السحاب والملائكة تاخد المؤمنين دول. والكتاب يقول لي الناس دي زرعت في هوان تقوم في ايه؟ تقوم في مجد. زرع جسدا حيوانيا يقوم. عشان كده لما يمتلكوا في بيت الآب اللي هي سماء السماوات ما يقدروش يمتلكوا الا بالطريقة دي، لما يبقوا بالكامل في مجد الروح القدس. فانتقالهم وجودهم في الفردوس كمان مؤقت. ليه؟ لأن الرب ما قالش أنا هروح للفردوس وأعد لكم مكانا، هو قال أنا هروح لبيت الآب وأعد لكم مكانا، وحيث أكون أنا تكونون أنتم. بس الفردوس دي الصغيرة فيها سر محدش يعرفه، هو ده سر هقوله لكم بقى، أنتوا الوحيدين تعرفوه بس ما تقولوش لحد، خلوا بيننا وبين بعض. الفردوس دي جا ذكرها في العهد الجديد في سفر الرؤيا، وحفكركم بالآية، وقال ان وسط الفردوس دي شجرة. تعالوا نشوف الآية في رؤيا 2:7، قال من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. من يغلب يعمل ايه؟ فسأعطيه ان يأكل من ايه؟ من شجرة الحياة التي في وسط، يبقى فيها في وسطها ايه؟ الشجرة دي مش كانت في جنة عدن قبل ما يسقط آدم؟ هو حصل ايه؟ الشجرة دي لما حصل السقوط ربنا قال مش هسيب آدم وحواء ياكلوا منها، فراح طردهم من الجنة وخلى حارس عليها اسمه ملاك من الكروبيم. عشان ايه؟ علشان يمنع رجوع آدم وحواء. خلينا اديكم الشاهد عشان بعرف انتوا حافظين الكتاب ولازم اقراه قدامكم.
تكوين 3 بيقول فأخرجهم الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها، فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكروبيم. الكروبيم هو مين؟ هو واحد من الملائكة. الكروبيم والسرافيم هو واحد من الملائكة الحراس، ولهيب سيف في إيده سيف مولع بالنار متقلب لحراسة طريق إيه؟ اللي عمل إيه لما قام يسوع؟ لما قام يسوع مش بس ادانا مكان نروح ننتقل فيه لما نموت، لا، هو قال لنا في شجرة، الشجرة دي كانت في سفر التكوين اتمنع أكلها، بس الراقدين في المسيح يسوع اتسمح ليهم يأكلوها لأنها موجودة في فردوس الرب زي ما احنا قرينا الشاهد. تعالوا بقى نشوف الحتتين الباقيين. طيب، ربنا بقى استأمن شخص اسمه بولس، قال أنا عايز أقول الأسرار دي لشخص مهم اسمه بولس، وعايز أسأل السؤال اللي أنا خليته في البداية. ربنا قال كده أو بولس قال كده، أعرف إنسان في الجسد أم ليس في الجسد، يعني في الروح، اختطف رفع شال إلى السماء الثالثة وهي الفردوس، والمكان ده كان مكان حقيقي زي ما اتفقنا. طيب لما راح هناك بولس شاف إيه؟ احنا اتفقنا مين موجود هناك؟ كل الراقدين قبل الصليب المؤمنين، وبعد الصليب اللي رقدوا لغاية لحظة ما صعد بولس الى المكان او الى السماء. بس بولس هنا قال لنا في حاجتين موجودة في السماء غريبة جدا. اول حاجة قال وسمع كلمات. ايه نوع الكلمات دي؟ لا ينطق بها ولا يسوغ لانسان ان يتكلم بها. هو السماء حاجة، سمع كلمات. الكلمات ليه؟ الكلمات اللي سمعها مش مسموح ان هو يتكلم فيها، زي يوحنا لما طلع للسماء كمان قال له توقف عن الكتابة، في حاجات انت لازم ما تعرفهاش. التفسير، الترجمة التفسيرية للآية دي بتقول كده، حيث سمع امور مالها مدهشة، انبهر باللي هو بيسمعه بالسماء. طب تعال اوصف يا بولس اللي انت سمعته. قال ما اقدرش اوصفه، تفوق الوصف، تفوق الوصف. اثنين، ولا يحق لانسان ماله ان ينطق بها. يبقى حاجه اللي شافها بولس في السماء كانت حاجه سماويه، كان كلمات نقيه. وعايز بقى اطمنك على حاجه تانية، الكلمات اللي سمعها بولس بيقول مش مسموح تتكلم فيها، ومش مسموح انك، اعيد لكم الايه كده، وسمع كلمات لا ينطق بها. ايه هو عايز يقول لي؟ ايه عايز يقول لي؟ انه القديسين اللي موجودين في السماء عندهم لغه اسمها كلمات. الكلمات دي كلمات للارض غير مفهومه، لكن هم كلهم بيتكلموا بلغه واحده. كل الراقدين في السماء بيتكلموا ما بينهم وبين بعض، اللغه اللي بيتكلموها مش مسموح للانسان الارضيين انه يتكلموا فيها. ليه؟ عشان اللغه نقيه، عشان اللغه السماويه دي مقدسه. فابويا وابوك واخويا واخوك، الناس اللي هيروحوا للسماء واللي راحوا للسماء، هم مش قاعدين واحد يبص على الثاني، ده بيتكلم انجليزي انا مش فاهمه، ده بيتكلم ارمني، ده بيتكلم مش عارف ايه. لا، عندهم لغه واحده مشتركه، لغه نقيه، لغة خاصة احنا ما نعرفش نتكلمها، ولا احنا نعرف نتحدث فيها، ولا احنا نعرف نفهمها. عشان كده لما تيجي انت النهاردة وتقول لحد رقد بالسماء صلي لي، هو مش فاهم انت بتقول ايه، لانه مش لغته، مش لغته. عشان كده لما راح بولس شاف اللغة، شاف مناظر الله، شاف اعلانات الله، شاف الفردوس يقول الكتاب عمل له ايه، اندهش. ايه ده؟ ايه اللغه الحلوه دي؟ ايه الكلمات؟ يعني ما فيش انتقاد، ما فيش دينونه، ما فيش ده لابس وده اكل وده شرب وده مشي وده عمل، ما فيش حد بيدين حد، ما فيش حد بيقول كلمه مش كويسه على حد، ما فيش اللغه دي في السماء. انا بعرف اقول ايه. فلازم ننتبه، لأنه بولس بيقول لنا لغة خاصة، لغة ما حدش بطلع عليها، لغة كانت مختلفة بالسماء.
عشان كده لما توقف انت وتفكر انا بكلم ابويا اللي انتقل، انا بكلم فلان اللي انتقل، هو مش فاهمك وانت مش فاهمه، هو مش شايفك وانت مش شايفه، هو في مكان مندهش، هو في مكان خاص جدا، هو مهتم بشجرة الحياة، هو مهتم بالمكان اللي كان آدم بجنة عدن، كانت الدنيا حلوة جدا، مفيش مشاكل، لا دمع ولا بكا ولا ألم ولا عيون. والرب قال كده وسيمسح الله. ايه ده ايه ده ده احنا جايب كينا، يا ما اتجرحنا، يا ما معرفناش ننشف دمعتنا. يجي الرب يقول لي انا جاي هنا بقى انشف لك دمعتك، تيجي تبكي وتعيط. بالسماء ما فيش دموع، ما فيش حد بيبكي في السماء ويعيط، ما فيش حد بيبكي ويقن انا عيان تفين. سماء مختلفة. عشان كده لازم نخلي قدامنا الكلام اللي سابه ربنا على لسان بولس. قال انا سمعت كلام لا يسوء ان اتكلم به، لا يجوز ان اتكلم، مش عارف اوصف لكم جمال الجنة، مش عارف اقول لكم انا شفت ايه. طب ادينا كده حاجة بسيطة شبه. قال له مش عارف اقول لكم، جنة عدن في تكوين كان فيها اربع انهار مية، كان فيها شجرة حياة، كان فيها كل حاجة اللي بتخلي الانسان في اسعد ما يمكن، وانت شايل هم ده راح فين وهيعمل ايه. ما تشيلش هم، خلي الامور ربنا يتعامل فيها. طيب اخر خبر عشان نكمل الجزء الثاني الاسبوع الجاي، اخر خبر بقى عايز اختم فيه هو ايه؟ انه الفردوس دي ما هياش بس مكان لاشخاص معينين. الفردوس دي اللي ربنا جابها على لسان بولس الرسول بيقول لنا مكان راحة لجميع المؤمنين، ما هياش مكان عذاب، ما هياش مكان ألم، مكان راحة. والرب عايز كنيسته كلها يا اما تختبر بعد عمر طويل انها تكون في الفردوس، او تختبر بعد عمر طويل مجيء الرب زي ما قلنا في الاختطاف وياخد الكل للسماء. اللي عايز اختم فيه كلمة، لسه ربنا بيدور على ناس امناء اكفاء يخلي اسراره عندهم. لسه ربنا عايز يقول لك حاجة، لسه ربنا بتسأله يا رب الموضوع ده اعمل فيه ايه، يقول لك الموضوع ده هيتحسن، بس تعرف لازم تعمل الحاجة دي. العدو بيعمل حاجة والرب بيكشف سر ليك انت، بس محتاج تيجي زي بولس كده وتقول له انا مش هفتخر بكل اللي انا وصلت له، انا لسه صغير جدا، انا عايزك انت تكبرني وتنميني باسم الرب يسوع. هاليلويا. يا رب بشكرك على كل نعمة اديتها لنا النهاردة، على كل كلمة عزيتنا فيها، ان كان من جهة الراقدين او من جهة انفسنا او من جهة يا رب انك بتستأمننا على امور يا رب عظيمة جدا. لو بصينا لنفسنا يا رب مش هنقول احنا امنا، لكن انت شايفنا امنا، انت شايفنا حاجة تانية، انت شايفنا مختلفين عن كل الخليقة. كده اعلن ايمانك وقول انا مختلف عن كل الخليقة، انا مختلف، انا في المسيح يسوع خليقة جديدة، انا في المسيح يسوع اقامني معه واجلسني معه فين؟ في السماويات. يعني ايه في السماويات بقى؟ فوق الثلاث سماويات، فوق فوق فوق، يعني جالس هناك حيث الرب جالس. تعال يا رب بمسحة لكل نفس موجودة في المكان، تعال يا رب بحرية لكل إنسان يا رب، خصوصا الناس اللي النهاردة الغيبين افتقدهم، ناس اللي بتسمع افتقدهم، ناس اللي معانا في الاجتماع افتقدهم باسم الرب يسوع. هللويا. أمين أمين أمين.